المظلوم، مع الذي يقف مع المساكين، مع ثورة العظيمة. لا رجعة لنا، لا رجعة لنا. هلون اللي مهلوش هم دلعين يثقفون ثقافة يا أخوات. إن بوجود علي عبد الله صالح بيجي الديزل، بيجي البترول، بيصرف الرواتب، بيعملوا حاجات كثيرة لحمل سبيل الأمان. أي هذا دليل إن عبد الله صالح، علي عبد الله صالح سبب الفتن كله. هو يقدر يهدي البلاد وهو يقدر يخرب البلاد. إذا القت والحرب هذه والإرهاب والقاعدة من صناعته هو وتنتج في قطر رئاسه، تفهموا ولا لا؟ هلول معلش مش مهم، ما يهمنيش. بالعكس وجوده معناته احتمال محاكمة.